ودوك حفيظة واش راح نديرو؟ اليوم راح ندير لكم مخوخ. مخوخ ماشي طاجين الخوخ؟ لا لا ماشي طاجين الخوخ، طاجين الخوخ يجي بالبطاطا ومن يجي فارسي كيما نقولو. هذا لا، هذا راح يجيب اللوز. راح يجيب اللوز. هنا اللوز ماشي يعني مش حاجه كبيره كيقول لهم باللوز باش ما يتخلعوش الناس. هذا كان شبه زمان فوالا، هذا كانت يعني كيما حنا يجي نظيف متوم حاجه كيما نقولوا حنا هما ومتوم نديروه بالغلبي ونديروه بالبليبولات، هذا يجي غير بليبولات غير بلونداج على حساب واش كاين حاجه واش كاينه في الدار، حاجه خفيفه ونحطوا له تحمر بها هكا بالضبط. يعني هذا ثاني كان عنده متوم زمان. داكو الوصفة واش فيها؟ يعني حاجة سهلة، الوصفة تاع كي الطاجين المخوخ هذايا، عندنا 300 غرام تاع الفيون داشي، عندنا حبيبة تاع البي كاملة على حسابك كيما تطلبوها، على حساب واش نخدمو، عندنا واحد 100 غرام تاع اللوز، من الأحسن يكون بقشور باش يجي بنين، باش يجي بنين، عندنا ملح، فلفل كحل، وقرفة، ومعدنوس، معدنوس راهو باهين، حبيبة تاع بصل مسكير فجا. انا ديما يا نسكر فتها يا نميكسيها في البلاندر بشويه تاع فليجن ما هكذايا ديال ديبار يعني من داكو مغير فتاع السمن. شفتك الاطباقنا ديري لهم دائما السمن، هادوما تاع زمان. علاش حفيظه باش هكذاك المشاهد تبكي لهم؟ علاش انا نفهمهم علاش، باسكو علاش زمان كانوا يطيبوا غير بالسمن، دوك حين قعدوا في لوتونسيسيتي تاع زمان، قعدوا اطباقنا تاع زمان، تاع زمان اطباق تقليديه 100% باش ما يخرجوش ما تخرجوش حنا حنورو المكا، بصح هو كان يحب يطيب بالزيت وبالبركه على الزيت ولا زبده كل واحد كيما يحب. هيا كاين بزاف اللي ما يحبش السمن. ايوا هيا دوكا نبداو السمن. الحاجه الاولى اللي نبداو بها هي بيان لي بولات تاع اللحم. داكو عندنا 300 غرام تاع لا فيون داشي، قلنا نديرو فيها 100 غرام، يعني الكميه اللي تكون عندنا تاع اللحم نديرو فيها 100 غرام تاع اللوز دائما. كبيره ولا صغيره؟ كبيره ولا صغيره. داكو عندنا شويه تاع المعدنوس، يعني حد يديرلو يعني يخلط له حشيش ومعدنوس، وشنو هو الاصل ديالو؟ معدنوس. حنا ديما المرقابيطه تاعنا تجيب المعدنوس. شويه تاع فلفل الكحل، قرفه، الملح بيان سور على حساب الذوق، هاكا باش نطمو به نسبقو بالصفر ومن بعد نشوف. هنا توجور تعرفي طبعا اختي حبيبه كي نكونو نخدمو توجور بيدينا. داكو تحبي نخلط لك؟ مادا بيك اونتخو تون تي راكي تخلطي وحنا نوجدو الهجرة ديالنا. شوفي حبيبه اختي، عندنا قلنا حبه تاع البصل، حبه بصل صغيره مويان، صغيره مويان، درنا لها تقريبا فنجان تاع ماء وميكسيناها. داكو مغرفه تاع السمن، كي نقول مغرفه ماشي حتى نقول مغرفه تكون معمره، اللي ما حبش يدير سمن يدير زيت ولا كيما نقولوا يدير زيت. حنا نورولهم اطباقنا تاع زمان. داكو شوفي يا اختي حفيظه ما زيدوش صاي. واش نديرو؟ نديرو دي بولات يكونوا شويه يعني مرفودين، دي بولات جينيروز فوالا. واش ندير؟ ندخلهم في هذا البيض ونديرهم في لاشابلوغ، ما نديرهم ني فارينا ني والو، باش نقلوهم، باش نقليوهم ونديكوريهم بحبيبه تاع اللوز. حتى نقليوهم باش نديرو؟ لا لا نقليوها بها الحبه تاع اللوز باش علاش؟ باش نحمرو اللوز ديالنا. داكو اونتخ طون نديرو هذا يطيب، هذا نديروه يتقلى. هايليك غير بدات تقلى ونضبطها. نخليها طيب شحال جي مينوت؟ 15 مينوت هكذاك تاع البصل فوالا يدوب كيما قلت لك يدبع كامل. تغطيها؟ وي بيان سور. البولات تاعنا شنو نديرو لهم؟ اللوز، نديرو لهم حبيبه تاع اللوز في الوسط هنا كوم ديكوراسيون، ماشي حاجه يعني تحبي تشوف قد ايش تقدري ما تعمليش كيجو شغل مشوك فوالا. ايه داك نحطوها في البيت، ماشي نقولو طاجين مخوخ، مخوخ نديرهم في البيت بالدجاج لاشابلوغ. نديرو المقلاة تاعنا تسخن، نحمروهم ومن بعد نديرو نكملو طياب تاعهم في الطنجرة. الطنجرة هذاك باش نمدها نقوش بعد فوالا، هذاك التحمار هذاك هو اللي راح مزهر مزهر. حنا انا حبيت نحيي زمان،
باسكو زمان كانت البنه كانت اللمه كانت الماء لو بوت تاعي سي اللمه اللمه اللي راحت بوكو فلوس وي راحت فيفي راحت كاع اللمه يا كل واحد جابت لنفسه جابت لنفسه الله غالب تما هذا انا نقول زيدي وصيله وصيله زيدي مع بابا القضيه زيدي بصح حنا معليش طون زون طون كيجينا هكذا ضيف حبيب اختي نزلو شي كانوا يقولوا قال لك ضيف نهار نرفسوا له ابارح وضيف كل يوم كي نديروا له انا ضيف نهار باش يجينا بك الضيف نهار البركه والله العظيم والله هذه هي تنقلي واحد شويه بشويه كان نحمروه كامل لي كوتي نغلي الحمار ايه نحمروه كامل لي كوتي ونرجعوا في المقام باش يكمل طياب بعد ما قليناه اختي حبيبه دوك على المرقه هاي رده الغليه نديرو لي كيما لي باسكو هنا راه محمر برك ماهوش طايب لداخل داخل فوالا كاين لي يحب يعقدو تاني حبيبه اختي الصفر تاع ولاد الدجاج شويه مع بنوس عصره تاع قارص وشريبه بيضاء فوالا وشنو حتى طفيه ولد نهار ايه ياسر تبع السخانه فوالا طبق تاعنا وجد اختي حفيظه نعم ها هو كيما كتشوفي فيه طاجين مخوخ عطينا له لمسه عصريه حنا زمان وعد نص كنا ندردروه من الفوق عندنا تي بوكي في الوسط على حسب على حسب الوقت على حسب الوقت باش توجور حنا ما دابينا نقعدوا في لا تراديسيون تاعنا وي مي نحبوا البنات هذوما على كيحبوا لا ديكوراسيون يعطيك الصحة حفيظة شرفتينا ديتينا بعيد سافرتينا معاك يعني خدينا غمضنا عينينا ورحنا الله يسلمك هذاك صرت رايحين ندور في بيلكم الله يسلمك يعطيك الصحة ولا لا فيتيش والله فغيمون يعطيك الصحة وهذا هو اللي حبيت علاش حبيت هذه باش تكون اللمة اللمة اللي رانا دوكا فغيمون فقدناها لازمنا باسكو علاش دوكا الناس هاي مرضت حتى لما وحدها صارت روحها غير في لورديناتور البورتابل ونسينا بعضنا اختي حبيبه كي ولينا نغفروا بالتليفون واش قعد اي خلاص لازمنا نولوا حنايا حنا لازم نولوها نروح على وليداتنا ولاد ولادنا ان شاء الله نشدوا فيها ان شاء الله مازالوا قليداتي مادا بيهم يحبوا الماء ان شاء الله مازالش المحبه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيك العشره المحبه خلاص الدنيا اكزاكتو ان شاء الله مازلنا هذا في هذا ان شاء الله